اتفضل. في البداية طبعا زميلي أمير، أقدر أقول لك في البداية يبقى ويظل الأهلي فوق الجميع. هنفضل نقول طبعا الكلمة دي لأن احنا عارفين الكلمة دي ومعناها كويس جدا، وعارفين إن الأهلي فوق الجميع، فوق جميع أبنائه. الكلمة ما بتفسر بأمور تانية، ده أمر مش حابين نتكلم عليه، لكن كل أعضاء النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي، مجلس إدارة، عارفين قيمة وأهمية الكلمة دي، وده سبب نجاح كبير جدا من نجاح النادي الأهلي، أن الأهلي فوق الجميع. فهنظل نردد هذه المقولة مهما كان ومهما حدث خلال الأيام القادمة وخلال المرحلة القادمة. احنا متواجدين يا أمير طبعا كالعادة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، واجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وجميع أعضاء المجلس. النهارده يمكن هنشوف في قرارات ضد عدد من المتجاوزين في حق النادي الاهلي الحقيقه للفتره اللي فاتت، يعني مش ممكن نقول فرد او اثنين، لا، في عدد من المتجاوزين الحقيقه للفتره اللي فاتت في حق النادي الاهلي وفي قيمته. النادي الاهلي قيمته كبيره جدا، النادي الاهلي نادي الوطنيه، النادي الاهلي عظيم، النادي الاهلي قيمته اكبر من اي شيء. الناس بس يعني لما بنتكلم على النادي الاهلي الامور بتكون صعبه شويه والامور بتكون مفهومه بشكل كبير جدا، لكن مجلس اداره النادي الاهلي يبقى ويظل مدافع عن حق النادي الاهلي فكل من يجرؤ ان يتجاوز عليه، وده مش جديد على مجلس اداره النادي الاهلي. وشفنا امير الحقيقه للفتره فاتت اي تجاوز بيمس النادي الاهلي، يمس جمهوره، اعضائه، لعيبته، بنشوف رد قاسي وقوي جدا من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. بنسلك كل الطرق القانونيه وكل الطرق اللي بيكون ليها هدف اخير في الاخر، وهو رفع اسم النادي الاهلي والحفاظ على قيمه النادي الاهلي. فاحنا الحقيقه متواجدين في مقر الاهلي بالجزيره منتظرين القرارات لمجلس اداره النادي الاهلي. في قرارات اكيد هتكون عديده بشان المتجاوزين وغيرهم كمان، لان انت عارف يا امير احنا ما بنبصش على هذا الامر بس، لان احنا عندنا امور عديده، عندنا لسه حفله بتقام طبعا وبيتم التحضير ليها لابطالنا، بطوله الدوري، الكاس، السوبر، ثالث عالم، اثنين بطوله افريقيا، كل الامور دي النادي الاهلي مركز فيها بشكل كبير جدا، عندنا انشاءات، عندنا امور عديده. لكن اما بيكون في وقت النادي الاهلي لابد يكون في قرار ويكون في اجتماع ويكون في قرارات حاسمه، ده اللي احنا بننتظره وبتطمن الحقيقه جمهور النادي الاهلي بشكل كبير جدا، اعضاء النادي الاهلي بتطمن بشكل كبير جدا. يمكن الحقيقه القرار اللي انت ذكرته يا امير امس اللي يمكن تواجد على طبعا على الموقع الرسمي للنادي الاهلي ده يمكن هدى شويه بعض الناس اللي كانت زعلانه وغضبانه شويه، لان النادي الاهلي بياخد حقه امتى وعارف النادي الاهلي ياخد حقه امتى. فاحنا ان شاء الله باذن الله واثقين ثقه عمياء الحقيقه في مجلس اداره النادي الاهلي، لان يا كريم بصراحه التجاوز كان بشكل واضح جدا في حق النادي الاهلي، يعني تجاوز صريح يعني طبعا. مفيش حتى تلميح ولا حتى مثلا ايه الامور اللي احنا بنبقى عارفينها دي، لا، هو الراجل بيتكلم بصراحه كده، فلازم يبقى في موقف تجاهه ولازم يبقى في موقف من بعض المؤسسات الاخرى كمان في اعتقادي الشخصي، لكن الاهلي اكيد بيعرف برضو يجيب حقه في مثل هذه الامور. يعني بالتاكيد يا امير طبعا، يمكن زي ما انت ذكرت هو يمكن الكلام كان موجه هو بعلنيه، يمكن كل الناس شافت هذا الامر، لكن هننتظر طبعا قرار مجلس اداره النادي الاهلي اللي باكد في كل مره ان شاء الله ثقتنا الكبيره جدا في القامات اللي متواجده طبعا في مجلس الاداره، القامات القانونيه اللي متواجده، المدير التنفيذي الدكتور سعد شلبي، امور عديده جدا ان شاء الله باذن الله تناقش في هذا الاجتماع.